السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في قناة صلاح أبو حسين الزراعي. النهاردة هنزرع التفاح البلدي اللي احنا كلنا عارفينه المتواجد معانا، ماشي، ونبدأ نزرعه النهاردة بإذن الله. زي ما حضراتكم شايفين كده، احنا بنجيب العود العمر سنة، يعني انا ما ينفعش ان انا اجيب عود لسه ضعيف علشان ازرعه زي كده. فاحنا بنجيب التخانات زي ما موضح امامكم في الفيديو، التخانات دي زي ما انتم شايفين كده، ماشي. ولو احنا اتحققنا هنا كده وشفنا، معذرة ان انا بصور لوحدي ومثبت التليفون والله، فمعذرة. ادي التفاح زي ما انتم شايفين بدأ يخضر اهو، ده تفاح البلدي العادي بتاعه. فاحنا هنبدأ ان شاء الله بإذن الله نبدأ نزرع التفاح. قبل ما نبدأ الفيديو هنصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام، ونشترك في القناة ونكتب كومنت علشان الفيديو يوصل لجميع الناس. زي ما قلنا لحضراتكم، احنا بنجيب عقل التفاح زي كده، ماشي، ونبدأ نشيل منها الفروع الصغيرة زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، زي ما موضح امامكم. ومعذرة تاني مرة ان انا بصور لنفسي. زي ما حضراتكم شايفين العود احنا قطعناه زي كده، نبدأ نقصه على طول 20 سنتي 30 سنتي، ما نكترش عن كده. زي ما حضراتكم شايفين ونبدأ نهيئ العود اللي احنا القلم اللي احنا عملناه اللي احنا قصناه زي كده، ماشي. ده بالنسبة للعواد زي ما حضراتكم شايفين كلها مطلعة طرحات زي ما انتم شايفين كده، ان احنا خلاص في شهر امشير اهو، داخلين على فصل الربيع، التزهير هيبدأ يشتغل في التفاح. زي ما حضراتكم شايفين لو حضرتك وانت بتقص اتلخبط، ماشي، فاحنا بتخلي الطروحات دي لفوق، ماشي، وبنعمل عملية ميول في العقلة. الميول في العقلة دي علشان التبخر والمية، ماشي، وتاني حاجة ما يبقاش فيه اختلاف ان انا ممكن اتلخبط واروح زارعها لتحت، فانا لازم اعمل فيها اختلاف، ماشي. بعمل لها سنة الميول دي زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، ونيجي على الثلاثة دول اهم، زي ما انتم شايفين اهو ميول اهو. ونيجي نبدأ نشوف التربة بتاعتنا اللي احنا بنزرع فيها. اولا انا بزرع في التربة العادية ديت، ماشي، وبزرع فيها كل حاجة زي ما انتم شايفين كده، وطالعة بالحشيش بتاعها زي ما انتم شايفين. انا بزرع بالتربة العادية دي علشان انا بنقل الشتلة ديت من التربة العادية، بحطها في تربة عادية تاني، ما بجيبش التربة المجهزة المصنعة زي البطمس وغيره. فاحنا بنجيب اكياس الشتلات واحنا كلنا عارفينها، ماشي، وبنحط فيها التربة العادية بتاعتنا اهي، تربة عادية، خليط رمل على نسبة سماد عضوي ضعيفة جدا جدا جدا، متخلطة على بعضها زي ما حضراتكم شايفين، كياس كبيرة والكياس صغيرة اهي. ونبدأ نزرع، يعني الموضوع سهل جدا وبسيط جدا، فانت حاول ما تصعبهاش على نفسك، حاول ما تصعبهاش على نفسك. ونبدأ نزقي اللي احنا هنزرع فيه. اهم حاجة في الكياس ديت لازم تكون متخرمة من الاسفل،
لازم تكون متخرمة من الأسفل علشان المية المترسبة الزيادة تنزل لتحت. زي ما حضراتكم شايفين كل حاجة مخروقة اهي، زي ما موضح امامكم البستلة اللي انا زارع فيها العقل دي مخرومة من الاسفل اهي زي ما انتم شايفين. وابدأ ازرع العقل بتاعتي. طيب انت عايز تجيب مادة تجزيرية وتزرع بمادة تجزيرية، ماشي، عندك صبار اللوفيرا وعندك القرفة وعندك البصل وعندك التوم وعندك مواد كتير جدا تجزيرية ممكن تزرع بيها. فأنا بزرع بالطريقة العادية جدا، إن أنا بجيب العقلة من الشجرة ماشي وبقصها وبحطها في التربة العادية ماشي، وبتطلع بإذن الله زي ما حضراتكم شفتوا كده. بعد الزراعة بديها سنة مية ضعيفة ان انا اثبت العقلة في التربة، ماشي اهي، طريقة سهلة جدا وبسيطة جدا واي حد ممكن يعملها، ما تصعبهاش على نفسك. طيب انا كده خلاص زرعت، عملت عملية الزراعة وخلصت. الري امتى؟ ما تحاولش ان انت تكتر مية في العقلة، ان العقلة ما تعملش عملية تعفن. خلاص انت زرعتها سيبها خالص دلوقتي، ما تزقهاش غير لما الصلاية تحس ان هي جفت خالص، نشفت كل الصلاية نشفت، ما تدنكش كل يومين ثلاثة تبدأ تدي فيها مية، ان دي عقلة مقطوعة من شجرة لازم تحس، يعني لازم تشغل نفسيها ان انت هتديها كل شوية مية كل شوية مية، هتبدأ العقلة تعفن من تحت. وما تستعجلش على العقلة ان هي تخضر زي ما حضراتكم شايفين كده. دي عقل عنب، دي بقالها شهر مزروعة وما طلعتش. طيب انا استعجلت عليها وقلت العقل دي مش هتخضر، فانا جيت شلت عقلة لقيتها مطلعة زي ما حضراتكم شايفين كده، زي ما حضراتكم شايفين مطلعة، بدأت تطلع التجدير اهو، التجدير اهو زي ما انتم شايفين بدأت تطلع. فانا ما استعجلش على العقلة اللي انا زارعها او الحاجة اللي انا زارعها. انا بشكركم جميعا على استماعكم للفيديو، وبشكركم لتفاعلكم معايا على قناة البسيطة، قناة صلاح ابو حسين الزراعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.